نغمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الموريتانية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هكذا أنزل. هذا البرنامج نلقي الضوء فيه على مجموعة من القراء ونعطي نماذج من قراءاتهم، حتى يستطيع الإنسان أن يجمع بين المعلومات النظرية والمعلومات التطبيقية. قارئنا الليلة هو إمام القراء أبو عمرو بن العلاء وإمام النحاة أيضا، فهو الإمام الكبير أبو عمرو زبان بن العلاء أحد القراء السبعة وأحد أكبر شيوخ البصرة في النحو واللغة وغيرها. هو أكثر القراء شيوخا كما قال مترجموه، وهو أيضا أكثر العلماء أخذا للغة العربية في زمانه، وكانت تجتمع عليه حلقات القراءات والنحو واللغة. وصاحبه الأصمعي فترة طويلة وأعجب به جدا، وكان يهتم بقصصه وأخباره ويأخذ منه اللغة العربية. قراءة الإمام أبي عمرو البصري تتميز بالاعتناء الكبير بالوجه الشائع في اللغة والوجه القوي في اللغة، فلا شك أنها تأثرت بمذهبه اللغوي فيما يختاره هو مما روى من القراءات، وخاصة أنه روى قراءات كثيرة جدا عن الأئمة، واختار منها الوجه الأحسن والأفضل وقرأ به وأقرأه لطلابه. وقد أقرأ أبو عمرو البصري رحمه الله يحيى اليزيدي، وقرأ رواة أبي عمرو البصري المعروفون عندنا وهم الدوري والسوسي، قرأ على اليزيدي وأخذ عنه قراءة أبي عمرو البصري. وكان الإمام أبو عمرو البصري معاصرا للإمام نافع، وقد قرأ عليه وقرأ معه على شيوخه، وقرأ أيضا على ابن كثير وعلى جمع من شيوخ مكة، وقرأ على شيوخ الكوفة، وتبحر في هذا العلم تبحرا كبيرا جدا. قراءة أبي عمرو البصري أيضا من القراءات السهلة، ومن القراءات التي فيها شبه كبير بقراءة الإمام نافع، وخاصة من جهة أحكام المد ومن جهة الإمالة أيضا. إذا نظرنا إلى ورش، إلى رواية ورش عن نافع، فهناك شبه برواية ورش من جهة الإمالة، وهناك شبه أيضا برواية قالون من جهة تسهيل الهمزة ومن جهة الإدخال، من جهة بعض الأحكام التي اشتهرت عن أبي عمرو البصري، وكذلك من جهة إثبات كثير من الياءات، ياءات الإضافة، ياءات الزوائد، وكذلك بفتح كثير من ياءات الإضافة التي يفتحها الإمام نافع، ويختص هو بياءات قليلة لكن النافع يعني يختص عنه بياءات كثيرة. يتميز أبو عمرو البصري بمذهبه في الإدغام، فأبو عمرو البصري من أكثر القراء إدغاما، ولذلك يدغم أبوابا في الإدغام الصغير الذي يتفق عليه رواته، يدغم باب إذ كله وباب قد، يعني كل ما هو مختلف فيه منه يدغمه، وكذلك باب الإدغام الصغير أكثره يدغمه أبو عمرو البصري من روايتيه. وتميز السوسي من طريق الشاطبية، والدوري أيضا من طرق أخرى، تميز بالإدغام الكبير الذي سنسمع منه نموذجا، وهو إدغام يكون الحرف الأول في الأصل فيه متحركا ويكون الحرف الثاني متحركا فيدغمه إدغاما كبيرا. فهذا النوع من الإدغام تميز به السوسي عن أبي عمرو البصري، وهو قراءته
قراءة سهلة، لأنه في المد قريب من مذهب الإمام قالون، خاصة الدوري له التوسط والقصر في المد المنفصل، وله التوسط في المد المتصل، وأما السوسي فليس له إلا القصر في المد المنفصل. أيضا السوسي تميز بمذهبه في الإبدال، وسنرى إن شاء الله ذلك في تطبيقات هذه القراءة. ونأخذ التطبيق الأول مع أخينا القارئ أحمد عالي، فليتفضل مع من الرواية الأولى، وهي رواية الدوري عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. بارك الله فيك، أحسنت. إن هذه هي رواية قراءة أبي عمرو البصري من رواية الدوري. رأينا فيها بعض الكلمات التي تميزت بها، في بعضها وافق فيه الإمام نافعا وبعضها أيضا خالفه فيه. فمثلا في كلمة يا بني هذه قرأها موافقا للإمام نافع، أبو عمرو البصري يكسر، فليس من الذين يفتحون ولا من الذين يسكنون، وهو في ذلك كنافع يكسر أيضا يا بني، وهما لغتان الفتح والكسر لغتان في هذه الياء. وكذلك أيضا ولا تصاعر خدك للناس، نلاحظ أنه وافق الإمام نافعا في هذا ووافق مجموعة من القراء، فنافع وبعر البصري وحمزة والكسائي يقرؤون ولا تصاعر خدك للناس. كذلك أيضا هناك كلمة للناس لاحظنا الإمالة فيها، وهذه مفردة من مفردات الدوري عن أبي عمرو البصري يقرأ بإمالة الناس كما ذكرها الشاطبي رحمه الله، قال وخلفهم في الناس في الجر حصلا،
أيضا أبو عمرو البصري يقرأ الدنيا، فتميز أن له التقليل في ما كان على وزن فعلة أو فعلة أو فعلة من ذوات الياء، وله أيضا الإمالة في ما كان من ألفات قبل الراء المكسورة المتطرفة، وله الإمالة للدور خاصة في هذه الكلمة الناس، حيث وردت في القرآن بشرط أن تكون مجرورة. فهذه الكلمات نلاحظ من خلالها أن أبا عمرو البصري قراءة له قراءته المميزة، والتي فيها بعض كلمات الفرش التي خالف فيها الإمام نافعا وخالف فيها حفص. مثلا خالف الإمام نافعا في قوله إنها إن تكو مثقال حبة، لأن مثقال يرفعها نافع فقط، فنافع وحده هو الذي يقرأ مثقال، وغيره يقرأ من السبعة يقرأ بالنصب مثقال حبة، فهي خبر كان. وأما مثقال حبة من خردل، إما أن نجعلها اسم كان وتكون يأتي بها الله جملة خبر خبرا، أو نجعل كان تامة توجد ونحو ذلك. وبهذا نكمل التعليق على هذه الرواية، ونأخذ نموذجا آخر برواية السوسي عن أبي عمرو البصري مع القارئ محمد وليسلم، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أريكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أري ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو تري إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين صدق الله العظيم. بارك الله فيك، أحسنت. إذن هذا هو النموذج الثاني من قراءة أبي عمرو البصري، وهو برواية السوسي عن أبي عمرو. والسوسي كما ذكرنا أخذ هذه الرواية عن اليزيدي عن أبي عمرو البصري، وهذه الرواية رأينا فيها أمرا تتميز به عن كل الروايات، وهو هذا الإدغام الكبير. الإدغام الكبير إذ يريكهم الله في منامك قليلا كاف مدغما في القاف كما ذكر الشاطبي رحمه الله، وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل خلق كل شيء لق صورا وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبله أقبل. أيضا رأينا وإذ زين لهم الشيطان وعملهم إذ زين، هذا إدغام صغير، ولكن من الإدغام الكبير زين لهم النون في اللام، زين لهم النون تدغم في اللام إذا كان قبلها متحرك أو كانت غير مفتوحتين. وأيضا فيها وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، وكذلك تراءت الفئتان نكص على عقبيه، هذا كله من إدغام المتماثلين، وقد نص عليه الشاطبي رحمه الله بقوله وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. إذن هذا الإدغام وهو كثير في القرآن متكرر جدا، وهو ميزة تميزت بها هذه الرواية، وهو مما يساعد على سهولة القراءة، لأن القراءة يمكن أن يقرأ بالحدر، فيه قصر منفصل، في هذا الإدغام، فيه الإبدال، كل هذه الأشياء تسهل. أيضا الإبدال كدأب يبدلها كداب، وهكذا يبدل كل همز ساكن ما لم يكن سكونه للجزم أو للبناء أو أوقع في لبس معنوي أو لبس تصريفي كما يقولون. وأما الذي يبدل فهو كثير أكثر من أن يعد. فإذا هذا الإبدال أيضا من ميزات رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. هناك أيضا بعض الأشياء التي يتفق فيها الراويان كقوله كالإدغام فيه وإذ زي، يعني إدغام ذا الإذ لأنه إدغام صغير في الزاي، هذا إدغام اتفق عليه الراويان. كذلك ولو أريكهم، هذه إمالة اتفق فيها راوية أبي عمرو البصري. فإذا هذه هي رواية السوسي عن أبي عمرو البصري، وهذا النموذج كان موفقا، فقد جمع كثيرا من الأشياء التي توضح لنا هذه الرواية وتوضح معالمها. فبعد هذا من انتبه لهذه الرواية إذا سمع رواية فيها الإدغام، إذا سمع قراءة فيها الإدغام، يعرف أن هذه احتمال كبير أن تكون رواية الدوري، رواية السوسي عن أبي عمرو البصري، فهو تميز رحمه الله بهذا الإدغام عن أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية. وبهذا نختم حلقتنا هذه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تغرق.